25 عنده والشركة. هن زرعوا الموت ونحن زرعنا الحياة، نحن جورج ابن كنيسة. جورج جورج بن عماير بدي جوزه عيد ميلاده ب 27 الشهر، بدل ما هي عم يهير الشجرة وقبل بشهر بيحتفل فيه، بدل ما يجوز عبيد لبيت اولاد راح عند العذراء يسوع. حيجي العيد وما حيكون معنا ثروت مثل ما كان كل سنة للأسف، بدل ما يكون عم نتصور نحن وثروت هلا عم نتصور حد شجرة محطوط عليه اسمه من ورا كل حدا ظلم وكان سبب بالانفجار. ربيته تشوفه عريس بس للأسف الغدر أخذوا مني، إن شاء الله الحقيقة بتبين مثله مثل هالضحايا كله، مثل عمه أبو جورج ابنه كمان راح. طب ليه حدا لقلنا ليه؟ ليه الظلم؟ ليه؟ بدي اقول له انه نحن كل هالعيد ولا يوم مرق ما تذكرناك فيك، خصوصا لانه فارس بهالعيد ما كان يترك بيت ما يعمل فيه مغاره، هو بنفس الوقت كان عم يعمل مغاره عند يسوع تيولد من جديد فوق. بدي اقول له انه انت باقي بقلوبنا لاخر نفس. هذا العالم بيت النبي.